باسكت نادي الأولمبي، فماما كانت بتصحيني عشان أنزل التمرين، فأنا كنت مصدعة، فقلت لها لأ مش قادرة أنزل. فقالت لي أنا لما أجي من بره هضربك بعصاية خشب وأقول لبابا كمان يضربك. فلما رجعت من بره فعلا ضربتني بعصاية خشب، وحكيت لبابا لما رجع من بره وضربني هو كمان. فأنا كنت عارفة واحد اسمه أحمد من برنامج تيك توك، هو كان بيهتم بيا وكنت بحكي له أي حاجة ومطمنة ليه. فأنا نزلت القاهرة علشان أقابله فما لقيتهوش. فأنا قابلت واحد اسمه عمرو رضوان، فهو أنا سألت عليه فأخدني معاه، قعدت مع أسرته، فهو كان بيعاملني، هو كان محترم وكان بيعاملني كويس. فرحة على وجوه أسرة فتاة الإسكندرية عقب عودتها. سادت الفرحة على وجوه والد ووالدة فتاة الإسكندرية عقب عودتها، حيث أكدت أنها هربت من المنزل، وذلك بعد اعتداء والدها ووالدتها بالضرب عليها نتيجة رفضها النزول للتمرين. وأضافت أنها كانت تعرف شابا من خلال برنامج التيك توك، وأنها كانت على تواصل دائم معه، ونزلت للقاهرة لمقابلته ولكنها لم تجده، فتعرفت على شاب آخر أخذها لأسرته وأقامت معهم.